احتفت مدينة تيزنيت في الدورة الخامسة لمهرجان تيميزار للفضة عرضاً للأزياء، كان عبارة عن تشكيلة فنية من اللباس التقليدي والعصري كذلك. هذه السنة فاجأت مدينة الفضة الحضور بمشاركة ملكة جمال الأمازيغ أسماء الصرح التي ارتدت قفطان لالا سلطانة المرصع بالفضة. صفتي ملكة جمال الأمازيغ يحصل لي شرف أن نلبس أول قفطان مصنوع من الفضة اللي هو من تصميم عبد السلام الفيلالي، وهذا شرف لي وأنا فرحانة بزاف أنني نكون أول وحدة اللي غادي أول عارضة اللي غادي تلبس هذا القفطان هذا. إقبال واستحسان وإضافة جد إيجابية للمهرجان، هكذا أعرب أرخاوي عبد الحق مدير المهرجان. اللي هي مسك ختام المهرجان عرض للأزياء اللي كيمزج بين التقليدي والعصري، وغادي تعرض فيه القفطان اللي كان المفاجأة ديال الدورة. هذا القفطان هذا اللي غادي تلبسه واحد ملكة جمال الأمازيغ اللي كتنحدر من إقليم تيزنيت، وهذا إضافة جد إيجابية للمهرجان. ويتطلع المهرجان إلى تكريس مدينة تيزنيت عاصمة لصياغة الفضة بالمغرب لتتميز عن باقي المدن بصناعة الحلي والأزياء التقليدية ذات المدلول الثقافي العميق.